أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف العاشر في الأسبوع السادس من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب تتعرف على معاني ومفردات التركيب الواردة من سورة البقرة، أيضا تتعرف على مفهوم عن أصول الفقه. سورة البقرة عزيزي الطالب تبين آيتان الكريمتان قيمة الوسطية وضرورة التزام المؤمن وأوامر الله تعالى مثلما حصل عند تحويل القبلة. التعريف بسورة البقرة، سورة البقرة مدنية وهي السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف الشريف، وهي أطول سورة في القرآن الكريم. موضوعات الآية الكريمة عزيزي الطالب هي تتحدث عن الوسطية والتزام أوامر الله تعالى تحويل القبلة. مدح الله تعالى هذه الأمة باتباعها منهج الوسطية والاعتدال في مناحي الحياة كلها، وبهذه الوسطية استحقت أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشهادة على الأمم يوم القيامة بأن أنبيائهم قد بلغوا رسالات الله تعالى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيشهد على أمته بتبليغها دين الله تعالى. وأيضا بيّنت الآية الكريمة اختبار الله تعالى التزام المسلمين أوامره بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. الوسطية هي الموازنة والاعتدال في الأمور كلها من دون إفراط ولا تفريط. وقد تميزت أمة الإسلام بالوسطية في جميع جوانب حياتها العملية والأخلاقية والاعتقادية، والله تعالى أمر بالاعتدال والوسطية في أكثر من آية في كتابه العزيز. تظهر خاصية الوسطية في الإسلام من خلال عدم تكليف الله تعالى الناس بما يشق عليهم مما يمكن المسلم من تطبيق الأحكام الشرعية بسهل ويسر. الفرق بين الإفراط والتفريط، الإفراط هو التشدد في القيام بالأعمال والواجبات، أما التفريط هو التهاون وعدم أداء الواجبات. مسجد القبلتين هو مسجد من مساجد المدينة المنورة، ورد أنه في أثناء صلاة المسلمين فيه باتجاه بيت المقدس نزل أمر الله تعالى بتحويل القبلة إلى الكعبة، فنادى منادٍ من خلفهم يأمرهم بتحويل القبلة، فما كان منهم إلا أن استجابوا لأمر الله تعالى في أثناء صلاتهم واتجهوا جنوبا باتجاه مكة المكرمة، فسمي المسجد بهذا الاسم. اقتصد في أمره أي بمعنى توسط فلم يفرط، اقتصد في النفقة أي لم يسرف ولم يقتر. علم أصول الفقه هو أساس سابق لعلم الفقه، وبه نعرف كيفية استنباط الأحكام الشرعية للمسائل المختلفة. علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، والأحكام الشرعية العملية هي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس مثل أحكام البيع والصلاة. الأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية الخاصة بكل مسألة والمأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ففي دليل على إباحة البيع وحرم الربا، وهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي توصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الأدلة الإجمالية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، الإجماع، القياس، القواعد الأصولية ومقاصد الشريعة. مر علم أصول الفقه بمرحلتين، مرحلة ما قبل التدوين ومرحلة التدوين. ما قبل التدوين، عهد الصحابة والتابعين كانت خرائق الاستنباط حاضرة في أذهانهم ولم تكن مدونة، وكانوا يصدرون الأحكام المتعددة بناء على هذه الأصول المستقرة لديهم التي علموها من نصوص القرآن الكريم وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحلة التدوين في أواخر القرن الثاني عشر الهجري استقل تأليف علم أصول الفقه في كتب خاصة، وكان أول من كتب هذه في هذا العلم بصورة مستقلة للإمام محمد بن إدريس الشافعي. يبحث عن أصول الفقه في القواعد الأدلة الإجمالية التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية وكيفية أخذ الأحكام الشرعية منها. ففي علم أصول الفقه أساس لعلم الفقه، فعالم الأصول يضع للفقيه القواعد التي يسير عليها في عمله عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، ثم يأتي الفقيه ليسير على تلك القواعد فيستدل بها على حكم المسائل الفقهية. لعلم أصول الفقه أهمية عالية تظهر في معرفة طرائق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وذلك بربط الأحكام الفقهية بالأدلة الشرعية. القدرة على استنباط الأحكام الشرعية للمسائل المستجدة في حياة الناس مثل استنباط الحكم الشرعي لمسألة نقل الأعضاء أو تبرع بها أو بيعها. الموازنة بين أقوال الفقهاء لبيان الراجح منها استناداً إلى الموازنة بين الأدلة. التبرع بالدم أمر يساعد في إنقاذ حياة الآخرين، فهل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر؟
توصل الفقهاء إلى القول بجواز نقل الدم من إنسان إلى آخر بناء على مجموعة من الأدلة، وهي دليل إجمالي اللي هي القرآن الكريم، والتبرع بالدم يسهم في إحياء النفس البشرية. أما النبوية هذا الحديث حكم بوجوب التداوي. أما مقاصد الشريعة الإسلامية، التبرع بالدم يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس البشرية. شاكرا لكم حسن استماعكم وتعاونكم.